لا مع كابتن محمد يوسف بمباراه الاهلي وبيراميدز، فوز كبير وغير متوقع ان الاهلي يكسب بيراميدز 3-0 يا كابتن محمد، نتيجه تقيله. طبعا طبعا، خصوصا اللي شفناه في الشوط الاول. اه بيراميدز والاهلي من ساعه ما بيراميدز يعني انشئ وبدا في الدوري الممتاز ماتشاتهم جامده، ودي اللي خلاها ان بيراميدز اول مباراتين للنادي الاهلي. احصائيه، سوري بدون قطع كلامك، عن ماتشات الاهلي وبيراميدز، لعبوا سبع مرات قبل ماتش النهارده. سبع مرات بيراميدز كسب ثلاثه والاهلي مره، وتعادلوا ثلاث مرات. النهارده يعتبر الفوز الثاني للنادي الاهلي على بيراميدز. هي دي اللي عامله قوه للمباراه، وعامله ترقب عام من الميديا ومن من الجماهير على المباراه. والمنافس زي ما انت قلت بيراميدز كان متصدر قبل المباراه. طيب. اللعيبه، مجموعه اللعيبه اللي بتمتلكها بيراميدز عامله برضو شكل وعامله اهميه للمباراه. النهارده كانت مباراه تكتيكيه ما بين موسيماني وايهاب جلال، الاثنين لعبوا بالتشكيل المتوقع، وكابتن محمد يوسف كان بيلعب باك ليفت، بيلعب مساك، ولعبت اعتقد برضو في نص الملعب فتره صغيره في بدايتي من منتخب اولمبي. اه يعني.